السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا في الاناليسيس للريسك ريجستر بعد ما عملنا ايدنتيفاي ريسكس، طلعنا به ريسك ريجستر، عملنا فرز اولي للريسكس الموجودة عندنا. قلنا يا جماعة ما كل الريسكس دي احنا بنعتبرها، هنعمل لها فرز اولي سميناه perform qualitative risk analysis، صنفناه very high high moderate low very low. فجبنا اللو والفيري لو حطيناه في واتشنج ليست عشان ما نشغل بنفسنا كتير، ولكن to be under control. مسكنا الهاي والفيري هاي والمودريت، فشفنا كل واحدة منهم البروبابيليتي بتاعتها والامباكت، نسبة حصولها واثر حصولها، سواء كان بوزيتيف ريسكس ولا نيجاتيف ريسكس. الان عندنا فرز كمي، قبل كان فرز نوعي كواليتاتيف اور سبجكتيف، الآن عندنا quantitative من quantity، عندنا perform quantitative risk analysis، وهنا عاوزين كم من لو risks دي حصلت بنخسر كم من المال أو بنربح كم من المال، بنتأخر كم من الزمن أو بنتقدم كم من الزمن، فعاوزين فرز كمي، وده ما بيحصل لكل risks يا جماعة، فقط ال risks اللي بتكون عندنا فيها هي very high or high. لانه النوع من التحليل ده يا جماعه محتاج ل اكسبرتيز عاليه، وهو برضو كوست للنوع ده، محتاج ل بروفيشنال سوفت وير. فتعالوا معانا نشوف كيف هنعمل فرز كمي للهاي والفيري هاي وبعض المودريت ريسكس المحتاجين لها في المشروع، وقلنا ما كل المشاريع محتاجه للنوع ده. نيوميريكالي analyzing the combined effect of identified individual project risks and other sources of uncertainty on overall project objectives. هنا كلمة numerical يا جماعة معناها الآن عاوزين نعمل فرز رقمي أو كمي. عندنا في السابق subjective فرز نوعي، الآن عاوزين نحول الفرز النوعي ده إلى فرز كمي، كم من المال قلنا هنخسر أو هنربح هنسوان. طيب performed on risks that have been prioritized by the perform qualitative risk analysis process. لا شك ما بنحتاج للتحليل ده يا جماعة إلا بعد إجراء التحليل الأولي اللي هو perform qualitative risk analysis، ثم نجد في بعض الريسكس يا جماعة لها major impacts وعندها high probability، في الحالة دي هنقوم نعمل لها الفرز الثاني ده عشان نطلع بكميتها كم. It may not be possible to execute the perform qualitative risk analysis process due to lack of sufficient information. لا شك عشان نعمل يا جماعة الفرز ده اللي هو متعمق جدا وهو نفسه costly وبيحتاج ل more information، فإذا كان الريسك نحن ما عندنا عندنا المعلومة الكافية لا يمكن نعمل لها فرز كمي، وإن شاء الله هتكلم عنه، هناخد بعض النماذج له وبعض السيموليشنز اللي ممكن تستعمل فيه معرفة كم من لو حصلت ريسك دي هنخسر كم. كذلك من فوائد البروسيس ده it is most likely appropriate for large and complex projects. نعم قلنا ما كل المشاريع بتتطلب نعمل لها الفرز ده، لأنه في حجم في بعض المشاريع هي clear ونفسها هي simple، فما محتاجين للفرز من النوع ده لأنه غالي ومكلف. من فوائد supporting decision making to reduce project uncertainty، فالنوع ده بيديك ارتياح اكتر وثقة اكتر في انك عرفت كل ريسك يا جماعة كم من هتكلفنا كم، وبالتالي حجم الاحتياطي اللي هيكون من قبلك للتعامل معاه هيكون يعني much more efficient. ولانها it consumes additional time، طبعا ده لو قارناه بالنوع الاول قلنا بتاخد منه less time، والنوع الاول ما كوصب قصدي النوع الاول perform qualitative risk analysis، اما النوع ده it takes much more time and it is costly كذلك، هي ما حاجة رخيصة، وبالتالي لأنها بتحتاج إلى specialized risk software و risk expertise، وما كل المشاريع لذلك بتحتاج إلى النوع ده ما لم تكون في risks فعلا high و very high وأثر كبير، ثم نحتاج إلى بعد ذلك نعمل لها تحليل كمي. Qualitative or quantitative risk analysis is the only reliable method، دي الطريقة الوحيدة أو من أكثر الطرق الممكن نعتمد عليها في تقييم to assess overall project risks. ف
through evaluating the aggregated effect on project outcomes. طيب مثلا عاوزين نقول انه امكانية انه المشروع ننجزه بتاريخ 30/4/2040 مثلا، تعمل كليك بموجب طبعا parameters معينة، inputs معينة و outputs و inputs معينة، فبقوم بيديك تعمل run بيقولك امكانية انك تعمل كده كده هي كده في المية. وبالتالي بيركز على ال overall project risks، الخلاصة ما بيتكلم عن ال individual project risks. وبالتالي هو عبارة عن عملية بتاع تجميع أثر ال individual project risks يا مع والsources الناتجة منها. هناك كنا بنتكلم على individually أي risks بنجيبها individually أثر شنو، ثم بعد ذلك الأثر على ال all project as a whole. هنا حنعمل aggregation لل project outcomes حتى نشوف أثر كل ال individual project risks وأثر على ال overall project risks والsources بتاعتها. لذلك النوع ده يا جماعة يحتاج more time and more money and specialized risk software و specialized expertise. هو سهل جدا ببساطة، عندنا مجموعة بتاع inputs اللي هي فوق plans، مجموعة بتاع documents، ثم لابد من مراعاة outside factor inside factor. نعمل لها analysis من خلال tools and techniques، لا سيما simulations، ونطلع ب outcomes. عملية بتاعت update ليس إلا. البلانز زي ما تكلمنا عنها سابقا، ريسك مانجمنت بلان، سكوب، سكجول، كل البلانز اللي معانا، لانه اي خطه عملتها قلنا معرضه الى ريسكس، فجيب كل البلانز وجيب معك كل الدوكيومنتس من غير فرز، جيب معك كل البلانز وجيب معك كل الدوكيومنتس، لانه جماعه قلنا كل بلان عملناها معرضه الى ريسكس، وكل الدوكيومنت عملناها معرض الى ابديتس، زياده او نقصان، تعديل ان سو، سواء كان الدكمنت، سواء كان assumptions log basis of estimates قيمنا كيف، cost estimates cost forecasts duration estimates milestone list resource requirements risk register، كل ما يتعلق بالدكمنت يا جماعة هي ممكن تعتبر inputs بالنسبة للتحليل الكمي. ثم لابد من مراعاة downside factors تكلمنا عنها قبل شوية، و the inside factors زي ما شرحناه قبل شوية فيما يتعلق بالperform qualitative risk analysis. الآن عندي مجموعة بتاعت analysis منها expert، لا شك الناس المعنيين بالتحليل يا جماعة هم أصحاب الخبرات، ده expertise، الناس عندهم خبرات. يبقى هنجيب ال expert هم اللي هيعملوا judgment من خلال data gathering، يجمعوا المعلومات المطلوبة زي ما تكلمنا عنها سابقا، ثم لابد من التحلل بمهارات تساعدهم في negotiations، في meetings، في decision makings and so on، ولا بد من يتم عرض المعلومة دي في as a representation من خلال graphic، يا إما triangular distribution أو period distribution. تكلمنا يا جماعة المثلث لما تكلمنا قبل عن الموس، لما جينا نحسب ال cost وجينا نحسب schedule جبنا 3 point estimation، فيها ال most likely، فيها ال optimistic، فيها ال pessimistic، ولما قلنا عبارة عن triangular أدانا عبارة عن شكل بتاع مثلث لكن أضلعه مستقيمة. لما تكلمنا عن البير ديستريبيوشن ده عبارة عن كيرف اقرب للشيء التماثلي. الان عندنا كذلك من الداتا اناليسيس عندنا سيموليشنز، ومن اشهر البرامج او السوفت وير المستعمل في السيموليشن هو مونتي كارلو اناليسيس. عندنا كذلك سنسيتيفيتي اناليسيس، ومن اشهر الانواع المستعمله هي تورنيدو. ثم عندنا انفلوينس دايجرام، اثر الريسكس دي على البروجكت اوبجكتيفز. ثم ديسيجن تري اناليسيس. لعله ممكن الآن نأخذ نعرض نموذج لما يتعلق بالمونتي كارلو أناليسيس. أحيانا خاصة في المشاريع المعقدة، مواضيع النووية والتجارب على الـ DNA وغيرها، قد نضطر نعمل 1000 تجربة وممكن بعد ما نصل لنتيجة. فحتى نقلل الكوست العالي ونتوقع من خلال التجربة الخامسة والسادسة والسابعة والمية التجربة الألف شكلها حيكون شنو، عندنا مسار مشان علو. هنا حنجيب نظام السيموليشنز اللي هي سوفتوير، بدل ما نعمل 1000 مرة من خلال تتبع للمئة مرة الأولى وعملنا رن، بيقدر يتنبأ لك بعد التجربة الألف شكلها حيكون كيف. ودي السبب منه من في الخارطة الجينية وفي المسائل القنبلة النووية، إذا كان نظام شغال بما الآن في يعني عبارة عن أتوميك ما بعرف
بومز العباره وشنو القلابة النووية والحاجات دي كلها، لابد من مجموعة من التجارب، تخصيب يورانيوم ومتابعة. فبنحتاج ل many trials. طالما احتاج ل many trials فلا بد من سوفت وير يقلل العملية دي حتى من عيدها 1000 مرة. قلنا ناخذ نموذج معين ونتنبأ بشكل البروسيس هيكون كيف. ناخذ الآن فكرة بسيطة ليه؟ عندنا أحد الشباب بيشرح لنا مفهوم ال مونتي كارلو سيميليشن. نشاهد. نشوف الآن مفهوم المونتي كارلو سيميليشن، ولعله يعمم في أكثر من نموذج، لكن مشهور جدا فيما يتعلق بالريسك أناليسيس. فالفكرة بتاعته قلنا يا جماعة حتى to avoid many trials to avoid spending much more money and much more time. نشاهد الآن الفكرة بتاعتنا ونشوف كيف يتم ترجمة دي مونتي كارلو أناليسيس. نعم شاهد معي. Imagine drawing a circle inscribed in a square. If we assume we don't know pi, but we do know two things, then we can use Monte Carlo methods to solve this problem. The first thing we need to do is to define pi, which for our purposes is the ratio of a circle's area to its radius squared. We also know that the circle's area equals the square's area times the percent of the square inside the circle. When we combine these two equations, we get the formula for pi at the bottom of the screen, which we will be using for these Monte Carlo simulations. Notice that we know the radius of the circle and the area of the square, since we drew them. We don't know the percent area that the circle occupies in the square, and this is truly the unknown that we will be solving for with the simulation. The formula we'll be using for pi is that pi equals the area of the square divided by the radius squared times the percent of the square's area occupied by the circle. This is what we will actually be simulating to find. We will do the computational equivalent of randomly tossing a stone into the square. The percent of times that the randomly tossed stone lands in the square approaches the real percent area of the circle as the number of tosses increases to infinity. This is what you are looking at now. On the top you see a square with the circle inside it in green. The stone just tossed is in red and all previous tosses are in blue. Then on the graph below you see the predicted value of pi as a function of the number of random tosses. The blue line is the predicted value while the green line is the actual value of pi, 3.14, etc. Notice that at first you start far from the predicted value, slowly moving closer, but with large oscillations up and down. Eventually, you might even reach 3.14, but you'll overshoot and then undershoot because of the oscillations. As the number of iterations increases, the oscillations dampen, and by the time you get to 10,000 tosses, the Monte Carlo simulation seems to be asymptotically approaching the real value of pi. What's so cool is that from completely random tosses, we can get a really good estimate of pi. From something random, we can get a deterministic property, in this case, pi. Another example of Monte Carlo simulations is what we looked at last week, the Brownian motion of particles. Remember we showed five randomly moving or Brownian particle trajectories starting at the center. Just like when we calculated pi, at only five iterations, we don't get any real sense of the information. لو لاحظت معي يا جماعة الآن مفهوم الباي بدي قلنا تنبؤ أو prediction بأنه شكل الحاجة دي حيتم كيف. لاحظ معي مثلا بدينا الآن دي عبارة عن قول جينز، فده نشوف الجينيريك موديفيكيشن اللي بيحصل هنا شكله حيكون كيف. أو تصور مثلا عندي عبارة عن دي إن إيه، أو دي عبارة عن فيروس الآن بدأ ينتشر في جسم إنسان أو إلى آخره. فمن خلال الكيرف الخارطة الأولية دي بنقدر يا جماعة نصل إلى تصور، لاحظ معي، إلى شكل. يعني متوقع مثلا يا جماعة المسار ده لما يمشي كده الشكل الأخير حيكون كيف، بدل ما نعمل 1000 أو 2000 أو 300 تجربة. الأبسط يا جماعة نعمل بعض التجارب ثم بعدين نخلي السيموليشنز أو السيموليتر البرنامج هو اللي يقوم بعملية السيموليشنز. لما تقول مثلا عمل لي 1000 تجربة كليك، طوال يا جماعة يديك المسار المتوقع بعد 1000 تجربة، هو قراءة لما سبق من التجارب لا شك. شاهد معي الآن. فالآن بقى التنبؤ فيما سيأتي مبني على ما سبق. الكيرف دي بدأ من هنا لفة لفة بشكل معين لحد ما جه هنا. فالمرحلة القادمة السوفت وير بيقوم بتمثيل عملية بتاعت سيموليشن للبريدكشن اللي ممكن يحصل، وهي قراءة فوركاستنج مما مضى، والآن بيتنبأ من الأشياء اللي ممكن تحصل شكلها كيف. يا جماعة دي أهمية مونتي كارلو أناليسيس.
يبقى دي واحدة من أنواع الـ simulation techniques اللي ممكن نستعملها في risk analysis. طيب نشوف كذلك بعض الـ نعم ده يجمع نموذج لـ tornado diagrams. هو أشبه بالتورنيدو اللي هو نظام الإعصار ده، يستفاد منه في الـ sensitivity analysis. شايف قال عبارة عن correlation with project duration، دي عبارة عن risks ممكن تحصل ودي الأزمان المتوقعة سواء كان. طيب عندنا مثلا يا جماعة the activity B12.3 manufacture reactors، اداك الكورليشن علاقتها مع التايم اللي ممكن تاخده منك، زمن اطول اقل طولا ثم ثم ثم. فالان عملنا عملية بتاع السيموليشن، كانت هي جماعة ببساطة الان عملية بتاع تقدير او توقع انه الحاجة دي لو استمرنا فيها هتاخد منك كم من الزمن. اكيد جماعة بعدين بتمتحن القيمة دي لفاكتور، وقد تكون دقيقة ساعة، ممكن يكون عبارة عن توفير من الزمن، ممكن يكون عبارة عن تأخير، كلها برضو أسباب. لا بد دي عبارة عن saving the time، دي عبارة عن losing the time. فهي الآن أش طبعا دي الاسم جميل أشبه من التورنيدو، لو أنت الآن شكله جاي كده أشبه من الإعصار. فهو برضو نماذج من عملية من نماذج the simulation للريسك والتنبؤ بما سيحصل حتى نطلع بقيمة بquantity بnumber بfigure بvalue. ده الآن نموذج ليه عبارة عن predicted total project cost، أداه ما range of uncertainty. أصبح الآن ده range عندي لactivity معين لحد ما وصلنا إلى ال final point. هنا الآن أقدر أتنبأ في أي لحظة، مثلا أقول له مثلا تنبأ لي إنه في اللحظة دي هأصرف كم من الكوست، في احتمالية إنه مثلا تحصل ريسك بنسبة 90%، هودي يا جماعة طوالي هاجور كيرف هنا أو line، اول ما اسقطته بعدها بديك من الاحتماليه دي معك كم هتخسر من المال او كم هتربح من المال على حسب نوع الريسك. وبالتالي يمكن يجمع اعمل سيميليشن اتنبأ بالمرحله هنا او هنا او هنا او هنا او هنا مرورا ب the range of uncertainty from the starting up to the end. ودي اهميه السيميليشنز او اهميه الاناليسيس باستعمال السوفت وير، ممكن توفر لك 1000 او 2000 تجربه او تكرار، تديك تنبؤ بما سيحصل وبتديك امكانيه يا جماعه تجهز نفسك او تعيد نفسك لمواجهه الريسكس اللي ممكن تحصل، سواء كان من الزياده في الكوست او زياده في الماني او انسون. ده نوع اخر عباره عن decision tree analysis. مثلا شخص الان عنده خيارين، يا اما يعمل build new factory build new plant مصنع جديد، او يعمل upgrade للمصنع اوريدي موجود. طبعا القرار ما عشوائي، لابد من دراسة البروسيس ده. عندنا تري تبدأ مع عبارة عن تري لحد ما نصل في النهاية إلى الفروع، دي عبارة عن decision note اتخاذ القرار، هنا هنا عبارة عن عبارة عن chance note الخيارات الاحتمالات أو الخيارات المتاحة، هنا عبارة عن end of branch. الشخص ده مثلا عنده خيارين، نفترض مثلا ده مصنع الآن بيصنع منتج معين، فجات طلبية على واحدة من المنتجات أو على الطلبية على منتجه، فالآن هو عاوز يعني يزيد من الإنتاجية، فعنده خيارين، يا إما يعمل نيو بيلد نيو بلانت، وهنا من خلال توقعات أو خلال دراسات محتاج يستثمر أو يصرف 120 مليون دولار، أو يعمل أبجريد للبلانت ده، يعمل مثلا يعمل له أبديت للسوفت وير، أبديت لشيء معين، وده حيكلفه 50 مليون دولار. طيب بالنسبة للاحتمال الأول، إذا هو عمل نيو بلانت مصنع جديد، في حالة الطلبية كانت 60%، ده عبارة عن سترونج ديماند، هنا ممكن يربح 200 مليون دولار، وبالتالي ما أوريدي استثمر كم 120، بتكون الآن الربح عبارة عن 80 مليون دولار. وفي حالة الطلبية كانت أقل على المنتج اللي هو الآن يا جماعة حينتج منه زيادة ده، إذا كان الويك ديماند هنا حيربح 90، وهو الآن يا جماعة أنفق كم 120، وبالتالي حيكون خسران 30 مليون دولار. ده الاحتمال الاول في حال انه عمل نيو بلانت. الاحتمال الثاني في حال انه عمل ابجريد للبلانت ده نفسه، حيستثمر 50 مليون دولار. اذا كانت الطلبيه عاليه على المنتج بتاعه ده اللي هو الان يا جماعه هيعمل ابديت له في المصنع، هيعمل ابجريد، اذا كان في سترونج ديماند هيربح 120 مليون دولار، وهو اول صرف كم يا جماعه 50، فالمتوقع ربح صافي 70 مليون دولار. الاحتمال الثاني لو كان الديماند او الطلبيه
ضعيفه شويه على المنتج ده اللي هو الان ده يزيد من انتاجه، فهيربح 60 مليون دولار وهو الان اوريدي ما استثمر 50، وبالتالي هيطلع الان بصافي 10 مليون دولار. هنا بعد ده هنختار اي الخيارات او اي الخيارات هي الافضل للحاله دي. طبعا اكيد هنختار الخيار ده يا جماعه انه يعمل ابجريد النيو بلانت، ولكن الخيار ده يا جماعه ما منفصل من الفيوتشر ديماند. في شخص عاوز يعمل مصنع يكون اب تو ديت 20 سنه قادمه، فهنا لابد يبدا من the latest technology، من اخر التكنولوجي اللي وصل لها الماركت في المساله دي، ويبدا يشتغل عليها عشان يكون عنده الان يعني امكانيه يتابع يعمل اب تو ديت ان ابجريد. لكن لو اوريدي مصنع قديم جدا فمهما عملنا له ابجريد حنصل كاباسيتي معينه، لو زاد الطلب الاخر ما حنقدر نوفرها. فدي يا جماعه دي اهميه ذا ديسيجن تري اناليسيس. الان طلعنا باوتبوتس من خلال مجموعه الاناليسيس دي، هو عباره عن ابديتس ليس الا. زي ما في البرفورم كواليتاتيف ريسك اناليسيس طلعنا بابديتس، الان ذا سيم في البرفورم كوانتيتاتيف ريسك اناليسيس اللي هو التحليل الكمي، طلعنا بكل حاجه كميتها كم، هتخسرنا كم من ناحيه الزمن، من ناحيه الكوست، من ناحيه السكوب، واللي هنربح كم بالمقابل اذا كان بوزيتيف ريسكس. الابديت هو عباره عن assessment of overall project risk exposure اللي هو مدى تعرض المشروع ككل للضرر للبوزيتيف ريسك ولا النيجاتيف ريسك، من خلال السيميليشن تكلمنا عنها مثلا مونتي كارلو وغيرها. detailed probabilistic analysis of the project، نظام بتاع احتمال حدوث اي ريسك بصوره بروفيشنال واضحه جدا كلير. وما ننسى انه النوع ده من الاناليسيس ده يا جماعه ما بنعمله الا على شنو، على الريسكس اللي هي الهاي والفيري هاي، لكن ما ممكن نمسك عباره عن لو ريسكس او ليتس سي في بدايه المودريت ريسكس نقول نعمل لها بيرفورم كوانتيتيف ريسك اناليسيس كده خطا. ليه نصرف مال كثير ومجهود كبير في حاجه ما محتاجه الاشياء دي كلها؟ كذلك من فوائد الابديتس هي prioritized list of individual project risks. يا جماعه الان حنعيد ترتيب الريسكس على حسب خطورتها سواء كان بوزيتيف ولا نيجاتيفلي. ثم ترندز ان كوانتيتيف ريسك اناليسيس ريزلت. يا جماعه اكيد الخلاصه او النتيجه اللي هنطلع بها هنا يا جماعه تديني معلومات ادق واوضح عن ما سبق من التحاليل. ثم ريكومندد ريسك ريسبونسز تدينا يا جماعه اقتراح او تسهيل شكل الريسبونس، الاسلوب او الحي اللي هعملها عشان اتفاعل او اقلل من حده الريسكس. الان طلعنا بكميتها كم اذا حصلت ايجابا او سلبا. كده بحمد رب العالمين عملنا الفرز الثاني اللي هو Perform Quantitative Risk Analysis، وقلنا هو عباره عن فرز رقمي ما بنعمله الا على الريسكس الا بعد الفرز الاول بعد Perform Qualitative Risk Analysis، وبنركز على الهاي ريسكس والفيري هاي ريسكس اند سو اون. خليكم معانا ان شاء الله للجانب بتاع Responses اللي هو التعامل مع ريسكس هيكون كيف اذا حصلت. خليكم معانا ستي تونت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.